بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم
وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.